في مسألة أن بعض العلماء حكم على الأصل وبعضهم نعم. حكم على علم نعم على علم النقل عن الأصل لو شيخنا يعني بكل وضوح شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد نعم. في حكمه على الرجال مبني على الأصل الشيخ لا يقرأ نعم. الشيخ نعم. لا يقرأ وإذا يأتي بشيء أحرقه فهو يبني في كلامه وثنائه على بعض الأشخاص نعم. على الأصل على المعلوم فالشيخ جزاه الله خير معذور وكذا ولكن هنا لا نقول إنه والله الشيخ عبد المحسن قال وفلان قال لأن الشيخ عبد المحسن على ما عرفنا من طريقته من سليل يبني على الأصل بعلمه لكن العلماء الذين يتكلمون في هذا يتكلمون بأمور جديدة ونواقل وأشياء وكلام وعبارات يعني هذا يعني أنا يعني مثلا هذا السليماني هذا الذي يسمى بأبي الحسن المأربي راح يعني في أول الأمر كنت أقول للناس لا تتكلموا فيه لأن كلامه المعروف طيب وكذا وكذا ولا حد يتكلم فيه ودعوا هذا للعلماء يعالجون بعض القضايا لما بدأ يتكلم وأصبح يعني يحصل وصول المبتدعة سأل طريق أهل البدع وسار منهم فيعني العالم إذا كان يعني يبني حكمه على الأصل وكذا ولكن نقول الناقل عن الأصل بعلم مقدم على المبتدي على الأصل.